لسه مع واحد برضو بقى من المؤثرين مع النادي الأهلي، والنهاردة يمكن بنحتفل بعيد ميلاده جيلبرتو. جيلبرتو النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده 38، واحد من الأهلوية الكبار اللي حققوا إنجازات مع النادي الأهلي، وهو طبعا من أنجح الأفارقة يمكن اللي انضموا لصفوف النادي الأهلي في تاريخه، بعد طبعا ما حفر اسمه في قلوب الأهلوية وذاكرة الجماهير. النهاردة لما بنتكلم عن جيلبرتو فهو يمكن خاض مع الأهلي يمكن 8 سنين، 8 سنين كلهم بطولات، كلهم إبداعات. هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن جيلبرتو واحنا بنحتفل بيه وبعيد ميلاده 38، وبنقول له كل سنة وانت طيب. هو أحد أنجح الأفارقة الذين انضموا لصفوف النادي الأهلي في تاريخه، بعدما استطاع أن يحفر اسمه في قلوب وذاكرة الجماهير، وكان من أهم العناصر في منتخب بلاده منذ عام 2002. بيحرجم عليها من الصبح جيلبرتو، والهدف الأول للنادي الأهلي في هذا المقام سيباستياو جيلبرتو. إنه الغزالة الأنجولية فليسبريتو سيباستياو جيلبرتو الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 38. جيلبرتو من مواليد 21 من سبتمبر عام 1982، بدأ مسيرته الكروية عام 2001 مع نادي بيترو أتلتيكو، لينتقل منه إلى صفوف القلعة الحمراء عام 2002، وشارك مع النادي الأهلي في 280 مباراة وسجل معه 6 أهداف، كما نجح مع المارد الأحمر في الفوز ب6 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس مصر، و3 بطولات لدوري الأبطال الإفريقي، و4 كؤوس للسوبر الإفريقي، و5 للسوبر المحلي. ونتيجة لمواقفه الإنسانية البارزة مع الأهلي، أطلقت عليه جماهير الأحمر لقب ابن النادي، أسوة بلاعبي القلعة الحمراء الذين تركوا بصمات في الفريق دونت بحروف من ذهب في التاريخ. وفي عام 2010 يرحل جيلبرتو عن القلعة الحمراء بعد أن خاض معها 8 سنوات كاملة مع البطولات والألقاب، وتألق كثيرا في الملاعب المصرية والإفريقية. لينتقل بعدها إلى صفوف نادي ليرس البلجيكي، ثم ينضم إلى صفوف فريق آيا ليماسول القبرصي، ليختتم مشواره ومغامراته مع الساحرة المستديرة لاعبا بصفوف نادي بيترو دي لواندا بالدوري الأنغولي، حتى جاء وقت إعلان اعتزاله اللعب رسميا في عام 2015. وفي لفتة طيبة يقوم بها دائما الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، نشر على حسابه الرسمي اليوم فيديو لأفضل لمسات جيلبرتو مع الأهلي ومسيرة صناعته للأهداف الرائعة في القلعة الحمراء، وهنأه قائلا: عيد ميلاد سعيد لساحر الجبهة اليسرى لاعب منتخب أنغولا والنادي الأهلي السابق جيلبرتو. أبدا لن تنسى جماهير الأهلي العريضة لاعبها المفضل جيلبرتو بسبب مواقفه النبيلة ومشاعره الفياضة تجاه القلعة الحمراء، والتي من أهمها رفضه تحمل النادي الأهلي تكاليف إصابته في وتر أكيلس التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الأنغولي عام 2006. ولكن لرد الجميل للاعب، تحمل النادي الأهلي تكاليف علاجه من أجل عودته سريعا للملاعب، إلا أن جيلبرتو في أول انضمام له لمنتخب بلاده طالب المسؤولين في اتحاد الكرة الأنغولي بسداد تكاليف إصابته للقلعة الحمراء، فقد أكد الساحر الأنغولي من قبل أنه لن ينسى فضل النادي الأهلي.
كل سنة وانت طيب يا جيلبرتو. كل سنة وانت طيب جيلبرتو. مين اللعيبة المميزة؟ وكنا بنتكلم دايما على اللعيبة الأفارقة اللي يعني كان وجودهم في النادي الأهلي دايما بيجي اسم جيلبرتو. لاعب عظيم من ناحية الجبهة اليسرى، لعيب مميز جدا جدا، وزي ما شفنا في التقرير انه كمان من محبي النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي طبعا بتعشق جيلبرتو، وخلاص بقى واحد مننا وبقى ابن النادي. لو في ناس بسمية اسميها كده يعني، في نيك نيمز كتيرة يعني جيلبرتو مش عارفة ايه، وهي مش عارف يعني فاهم اللي هو في اسامي كده كتيرة قوي. لا جيلبرتو من على على اسمه يعني. طبعا يعني من حب الجماهير كمان في بعض الناس بتسمي جيلبرتو يعني حد بيكون عنده مولود جديد. لا بقول لك حتى من الحاجات الظريفة مش مولود بقى يقول لك معروف مثلا معروف في الشارع بجيلبرتو يعني ده معروف في الشارع مش عارفه بإيتو، انت فاهم يعني في حاجه في ناس كده. هو طبعا في شباب يعني بنتكلم دايما ان جيلبرتو يعني هو في عصر طبعا من العصور الذهبيه للنادي الاهلي يعني كمان ليه بعيدا عن الفنيات، هو لعيب كويس ومميز ما فيش شك من دوت، لكن على جانب اللي احنا بنتكلم عليه دايما انه كان بيقدر الكيان كويس قوي وعارف حب الجماهير ليه وعاشق للكيان زي ما شفنا في التقرير. الراجل اتعور مع منتخب بلده، النادي الاهلي قال له احنا هنعالجك، مرضاش، والنادي الاهلي عالجه فرجع لمنتخب بلده قال له لا لازم تدفع للنادي الاهلي، بيحب الكيان على فكره، على تواصل دايما مع الجماهير. انا يعني من خلال على انستغرام وعلى الفيسبوك دايما جماهير النادي الاهلي بتفتكره. فبنقول جيلبرتو كل سنه وانت طيب، 38 سنه كل سنه وانت طيب، وان شاء الله عمر مديد باذن الله.